من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أصدقائنا ورقاب مشايخنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عن الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.